واحنا بنتكلم على بيان تمام 3 مع حضرتك. يوليو. استاذ عماد انا بجدد الترحيب بحضرتك. بيان 3 يوليو في الحقيقه الشعب كان منتظر تحرك، منتظر ان هو يحس ان صوته كان مسموع. في الحقيقه كل واحد فينا عنده ذكرى خاصه يوم 3 يوليو، وكل واحد فينا عاش الموقف بشكل. استاذ عماد مساء الخير على حضرتك ثاني، تحياتي لحضرتك ولاخونا حسن اهلا بحضرتك ولكل المشاهدين، وكل بالزبط. سنه هم طيبين، عيد الاضحى و30 يونيو و3/7 وحاجات كثيره كويسه. في يوم 3/7 من 30 يونيو تقريبا انا كنت معظم الوقت يعني ما بين الجرنان والشارع والميدان، لكن اللي متذكره كويس قوي ان يوم 3/7 ان بعد ملفات كتير يعني كلمت الفضائيات كتيره جدا، لكن قاعدين في الميدان مجموعة أصدقاء صحفيين مع دموع الشعب منتظرين البيان لحد ما تلي البيان وتم إسقاط حكم الإخوان. كل الناس اللي موجودة في الميدان يعني فرحت واتنططت فعلا وقفزت في الهواء، يعني كأنه في ماتش كورة لحد فريق بيحبه يعني جاب الجون الحاسم بتاع كأس العالم. فده كان الشعور الناس الكثيرة. الناس بعد 30 بعد ما انتهى الاجتماع اظن كان من الساعه 8 او 9 بالليل في التوقيت دول، الناس بدات الاحتفالات في ميدان التحرير وفي سائر الميادين، وكان يوم لا ينسى بطبيعه الحال لانه دخل التاريخ كيوم فارق مع 30 يونيو بطبيعه الحال، لان 30 يونيو هو الاصل، 3/7 هو الترجمه المخرجات بتاعه 30 بتاعه ثوره المصريين في 30 يوم. طيب استاذ عماد، بما ان حضرتك اتكلمت على الاجتماع، وجود مختلف القوى السياسيه، الكنيسه موجوده، الازهر موجود، كل القوى السياسيه حاضره في هذا الاجتماع، في رسائل بالطبع بترسل للمصريين. طبعا يا فندم الاختيار بتاع من حضروا في 3/7 كان اظن 13 شخصيه. هم ممثلين لكل شرائح المجتمع المصري ما عدا الاخوان. كان هناك مش بس يعني فيه زي ما حضرتك تفضلتي الكنيسه، الازهر، جبهه الانقاذ او الحركه السياسيه ممثله كان فيها الدكتور محمد البلدعي وقتها، حركه التمرد ممثله للشباب، حزب النور نفسه اللي هو كان شريك الى حد ما للاخوان في الحكم كان موجود، المهندس جلال مر على ما اتذكر، قادة أفرع القوات المسلحة، الشرطة المصرية، المجتمع المصري كان. بالمناسبة الناس كثيرة لا تتذكر أنه القوات المسلحة والشعب المصري عمل جهود كبيرة جدا مع جماعة الإخوان بحضور هذا الاجتماع، ودعي بالفعل الكتاتني اللي هو كان رئيس مجلس الشعب اللي تم حله ورفض، يعني الدولة المصرية أو المجتمع المصري أو الشعب المصري قال للاخوان تعالوا احضروا، تعالوا نبدا بدايه جديده، لكن هم يعني حسبوا كل الامور غلط وظنوا انهم مالكين للامر، وكانوا منكرين ان في اساسا ثوره، لانه لما حد يتصور انه اللي نزلوا الميدان يومها 120 او 150 الف 30 ولا 25 ولا حتى 20 مليون ويقدر ينكر ده، فطبيعي ان هو كان هينكر كل شيء ويتصور اللي حصل ده مجرد سحاب الصيف ومظاهره عاديه تنتهي والامور هتمشي كما يتمنون. هذا المجتمع الكامل ادى فرصه للجميع انه المصريين كلهم موجودين، المصريين كلهم يريدون انهاء هذا الامر وبدء صفحه جديده جدا بعيدا عن جماعه الاخوان.